القطة أكلت عيالها. كتير بنسمع الجملة دي بتتقال وبينضرب بيها المثل، يعني مثلا لما تلاقي أم تتخلى عن عيالها أو ترميهم بالشارع بيقولوا عليها القطة أكلت عيالها. لكن يا ترى إيه دخل القطط في الموضوع؟ وهل فعلا المثل ده اتقال عشان القطط فعلا بتاكل عيالها؟ وهل فعلا في أسباب تخلي القطة الأم اللي ممكن تدافع عنهم بكل شراسة قدام أي حيوان آخر حتى لو أكبر وأشرس منها إنها ممكن في يوم من الأيام تاكلهم؟ ويا ترى لو ده حقيقي إمتى القطة ممكن تاكل عيالها؟ وتخيل لو لقيت قطة قدامك بتاكل عيالها أنت إحساسك يكون ايه؟ هل فعلا احنا ظلمينها ولا ممكن يكون ليها اسباب قوية عشان تعمل الكلام ده؟ وهل في نوع معين من القطط هي الوحيدة اللي ممكن تاكل عيالها؟ وهل الطبع ده يقتصر فقط على قطط الشارع ولا كمان القطط اللي في البيت؟ طب خلينا الاول نتكلم على القطط المنزلية واللي شعور الامان والطمأنينة متوفر عندها تماما، لان وقت الولادة مش هيكون هناك حد غريب في البيت. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحيوان هو طبيب نفسه وخلق فيهم فطرة الشعور والاحساس بالمرض سواء عندها او عند اولادها. فلما تلاحظ الام ان فرصة النجاة للصغير ده ضعيفة جدا وده بسبب مرضها او عدم اكتمال نموها، فبالتالي بتلجأ الى اسلوب الموت الرحيم وده اشفاق عليه علشان تخلصه من عذابه، وده كمان هيكون راحة ليها علشان توفر كمية الحليب اللي هتديها له بدون فايدة وتوفرها لباقي الكتن الاصحاء. ولاحظة الام وجود مرض او فيروس معدي في واحدة من الكتن والخوف من انتشار العدوى لباقي اولادها، فده بيكون سبب قوي لانهاء حياة هذا المسكين. الام عندها القدرة انها تميز بالعين المجردة اذا كان الكتن ده سليم او غير مكتمل النمو، ونحن ممكن نتفاجأ ان الام بدأت تاكله واحنا بنشمئز من المنظر وبالتالي بنبتدي نكره تربية القطط. لكن الام شايف حاجة تانية خالص، الام دي شايفة ان الكتن دي لو اتولدت وكملت هتعيش باعاقة دايمة وده بيقلل فرصها في النجاة بشكل عام وبالتالي بتنهي حياته من قبل ما يكمل. طب لو الكتن نزلت سليمة ومفيهاش اي حاجة، ايه الدواعي اللي تخلي الام تاكلها؟ احيانا بيكون بسبب تعويض العناصر الغذائية المفقودة، فممكن تحاول تاكل كتن او اتنين علشان تعوض العناصر الغذائية المفقودة وبالتالي بتدي فرصة اكبر للنجاة بالنسبة للكتن الاخرى. الولادة المبكرة، وده لما يكون عمر القطة الام 6 او 7 او 8 شهور ولم تكتمل الصفات وغرائز الامومة عندها، فاما هتاكلهم بسبب الخوف منهم او التباس الامر عليها، ومعنى كلمة التباس الامر عليها اي بتبدأ تهاجمهم وده يسبب اثارة غريزة الافتراس عندها وبالتالي بيلتبس عليها الامر، فبدل ما تدافع عنهم هتاكلهم. لو القطة بتاعتك بتولد اوعى تدخل حد غريب عليها وخاصة لو بدأ يلمس الكتن بايديه، وبالتالي الام هيلتبس عليها الامر لان ريحة الكتن هتتغير وهتعتقد تماما انه مش ابنها وبالتالي هو مش من حقه ياخد حصة من الحليب، فبتلجأ الى اكل هذا المسكين الضعيف. لما القطة بتاعتك بتولد طبيعي بتطلق هرمونات وقت الولادة علشان تميز بيه اولادها، وللأسف الهرمونات دي بتقل في الولادة القيصرية وبالتالي ممكن يلتبس عليها الامر وللأسف ممكن تاكله. العصبية والتوتر، وده بسبب إجهاد الولادة أو الحركة المستمرة أو لمس الأم بشكل متكرر أثناء الولادة أو عدم ستر المكان أو الضوضاء العالية أو الإضاءة الشديدة، وده بيؤدي بطبيعة الحال إلى الضغط العصبي وتوتر الأم أثناء الولادة وبالتالي تبتدي تخاف وتتوتر وتاكل المساكين. التهاب الضرع او التهاب الثدي، وده بيكون في وقت الرضاعة مؤلم جدا للام، الامر اللي بيؤدي احيانا وده نادرا لقتل الاطفال حتى تتخلص من هذا الالم. وخلي بالكم في سبب قوي احنا مش واخدين بالنا منه وهي كثرة الولادة المستمرة. فتخيلي كده لو القطة بتاعتك لسه والدة الشهر ده وبعد اسبوعين حملت، واحيانا القطة ممكن تولد 6 اطفال في المرة الواحدة، فتخيلي كده 12 كتن خلال 3 شهور وده بيكون عبء كبير جدا على الام، فبالتالي بتبتدي تختار اضعف منهم وتاكلهم وده علشان تقلل عدد الاطفال اللي ممكن تعتني بيهم. ممكن الغيرة، لما القطة الام تولد بلاش تهتموا بعيالها اكتر منها، لان احيانا غيرة الاب والام بعد ما كان بينصب عليهم كل الاهتمام بقوا تقريبا مهملين وبالتالي وده حالات نادرة بيبتدي تخلص من عيالهم علشان ينصب عليها كل الاهتمام. تعالوا بقى ندخل في قطط الشارع. اضافة للاسباب اللي قلناها هنزيد عليها اسباب اخرى، واولهم صراع البقاء وده بتلجأ ليه القطة الام لقتل كتن غير اطفالها اللي موجودة في محيط منطقتها، وده علشان تضمن توفير طعام اكتر لاولادها او خوفا من قتل الام القطة الام لعيالها. الخطر المفاجئ، وده في حالة لما تواجه القطة الام خطر حقيقي فبالتالي بتحاول تنقذ اكبر عدد من الكتن واللي مش هتقدر تاخده معاها هتضطر تقتله. وخلينا كلنا متفقين على حالة واحدة وهي ان الام لن تأكل أطفالها أبدا بسبب الجوع. طب إيه اللي إحنا ممكن نقدر نعمله علشان نتفادى الموقف ده؟ أولا عدم تزوج القطة الأنثى في وقت مبكر أي لا يقل من 10 إلى 12 شهر. وقت الولادة حاول تلاحظ الأم كويس جدا، لو حسيت إن الأم بدأت تعملهم بعنف أو تنام عليهم أو ترفضهم
ضروري لازم تتدخل بسرعة. توفير مكان جيد للولادة وعدم تدخل الغرباء مطلقا. الضوء يكون خفيف جدا ومكان الولادة يكون مغلق، يعني ممكن تكون كرتونة بس يكون سقفها مقفول. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى هتعمل ايه لو شفت القطة بتاعتك بتاكل عيالها؟ مبدئيا كده لو لقيت الموضوع ده بيحصل قدامك فحاول تنقذ الكيتن اللي لسه موجودة، اما الكيتن اللي الام بدأت تاكله فاوعى تشيله من فمها مطلقا، لكن حاول تنقذ باقي الكيتن اللي موجودة، وفي الحالة دي هيتم ارضاعهم صناعي. القط الغير مكتمل النمو والقط المشوه اتركه وبلاش تاخده، لانك لو اخدته من الام وهي بتحاول تاكله فانت كده مش بتنقذه، انت كده بتعذبه وهيفضل عايش بخلل في جسمه طول حياته، وده اصلا لو كمل اول اسبوع. ونصيحه اخيره، سيب الام تاخد قرارها بالنسبه للكيتن الغير مكتمل او الكيتن المشوه او الكيتن اللي عندها مرض قاتل وبيكون واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، واخر الله 99 رحمه يرحم بها عباده يوم القيامه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاكد تماما انك مش هتكون ارحم من الام على ولدها حتى لو كان في الحيوانات. نشوفكم الحلقه الجايه ومعلومه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.